جهزوا ماي وملح في طاسة عودة قبل ما تقشرون البطاط عشان ما يتغير لونه وما يفسد. عقب تخلصون من البقع السوداء، اتركوا الماي لين ما يغلي وجسم البطاط لقطع صغيرة. طبخوا البطاط لمدة 30 دقيقة. تخلصوا من الماء. اهرسوا البطاط وضيفوا للمزيج الزبدة والكريمة. عقب المزج ضيفوا الجبنة الكريمية، رشوا كمية من بودرة الثوم، الملح والفلفل الأسود. دهنوا الوعاء، حطوا فيه البطاطا المهروسة وعقب ضيفوا فوقها قطع من الزبدة. غطوها بالألمنيوم ودخلوها الفرن لمدة 20 دقيقة. قدموها حارة بالطريقة اللي تحبونها.